نعم نعم حورية، قلت لك على هذا الشيء اللي عيط لك باش نتبادلوا، انت يا عندك دافي مستغالي وانا عندي دافي الف. عرفتوا باش نتبادلوا. شكرا ربي يحفظك، والله غير مرحبا بك في اي وقت. ربي يحفظك وربي يشد لنا فيك وربي يعطيك ما كاين متمنى. امين ويشد لك ما تسعاك. امين. معليش شاف ناديا تمديني نيميرو. شوفي خلي لي انت الرقم تاعك عند ايمان، دوكا ما تقطعيش معانا، خليه لي وقول لها تكتب تاع مستغانم باش نشفع لك. واه قول لها على خاطر انا نبدلها من النيميرو تاع ما في يدهم لكم عليها اللي راني نعاود نعيط. شوفي دوكا ما تقطعيش. كيف تقولي على حكي ربي يحفظك وتعيدي وتزيدي والعقوبه اللي تسنى ان شاء الله. شكرا حبيبتي ربي يحفظك. شكرا حوريه. ربي يحفظك وربي يشد نفسك. امين يا ربي يشد لك ما تسعي ان شاء الله. امين ربي يحفظك ختي نادي. شكرا عزيزتي. لان مشاهدينا الكرام انتم ثاني تقدروا تتصلوا بنا من خلال رقمنا الظاهر اسفل الشاشه باش تتواصلوا معنا. وصفه اليوم الوصفه الاولى نعاود نذكركم انها اليوم الطبق الاول يا اخي قلت لي اسمها برانيه البرانيه اللي حتكون بطريقه تحضير انا نشوفوها اون ديريكت مع ناديا. دونك ناديا درت شويه مارغارين ماني شويه تاع الزيت وحطيت الدجاج يتقلى لي من هاي يطلق شويه ليده نتاعو من هاي يمد ليه بنه نعرفو كي نقليو الحاجه تجينا بنينه. لهنا راني نخدم في الدرفه مع ماما مهرج لكن حنا نعرفو لحسريتو. لهنا فيها كرويه وثوم ندير لها لهنا نحلها شويه الماء باش ديك الكرويه ما تحرقليش. كي تقلى لي لهنا الدجاج يدي تحميره خفيفه ندير له الحبه تاع البصل. الوصفه الاصليه ما فيهاش البصل لكن انا نحب نديرو باش المرقه تجيني عاقده. نحب المراقي كامل يكون فيهم البصل باش المرقه تعقد لي. فوالا نقلب الدجاج تاعي نخليه على لي دو كوتي باش يمد لي بنه احسن ما نمرقو ديراكتومون هكا. لهنا هاد الطبق يديروه بزاف بلحم غلمي. لهنا كل واحد ومقدوره. انا نحس باذنجان مرقه بيضه بالدجاج يجي الدجاج يعني مرقه بيضه تصبح الدجاج خير من فوالا اون بليس تجي خفيفه احسن من اللحم ومرقه حمراء تحسيها خفيفه. اون بليس لا بيبار تاع الناس ناديه ولا توافقيني الراي سورتو لي جون يحبوا الدجاج اكثر من اللحم الغلمي في الاطباق. انا اللي نعرفهم كامل هكا يحبوا الدجاج اكثر. انا بون نحب الدجاج اكثر من خير من اللحم في الاطباق هذوما يحبهم فين فوالا. دونك بالنسبه للكرويه وال عندي راس ثوم وراس ثوم يحب الدرسه هذا الطبق حليته لهنا بشويه ما مع الكرويه نورمالمون درسو في المهرج لكن انايا هاكو تعرفوا الحس والبلاطو ايتو دونك اون اوبليجي نرابيوه. لهنا بعد ما يتقلى لي الدجاج شويه نرمي هذيك الحبه تاع البصل تاعي تتقلى. لهنا يا اللي ما عندوش مارغارين ولا يحب يقلي غير بالسمن يقلي بالسمن. اطباق تقليديه اللي ما فيهاش اللحم يقليوها بالسمن باش تجي ميدمه تجي بنينه. بكري زعما كي يدموا الحاجه تجي ميدمه اي تجي بنينه لكن دوك احنا نتبعوا الصحي ما نحبوش ليدان. لكن طبق تقليدي يروح يولي يحب شويه ليدان باش يجي بنين. فوالا على اصوله كما يقولوا. فوالا ندير لهنا البصل تاعي مع الدجاج نخليه يتقلى ما نخليش المارق تاعي يتحرق لي لانه بيض لازم تجيني مرقه بيضه. يلا مشاهدينا الكرام نستناو في اتصالاتكم. رقم البرنامج جو دائما ظاهر اسفل الشاشه. انتم اللي راكم تتبعوا فينا من خلال بيوتكم على قناه الشروق تي في ولا حتى في البث المباشر اللي راهو في الصفحة الرسمية لقناة شروق على الفيسبوك طبعا اللي هي الشروق تي في اللي متقى باللو سين بلو هذاك ولا الحاجة الزرقاء اللي تجي هكذايا. دونك هذيك هي الصفحة الرسمية لقناة شروق واللي تلقاو فيها البث المباشر لبرنامج الو شيف واللي من خلالها تقدروا تخلوا لنا كامل تعليقاتكم. بالنسبة للناس اللي ما يتحاول الاتصال وما يشرح كنت تقدروا تخلوا لنا تعليقاتكم نقراوهم كوسوسوا دوكا ولا ابخي البرنامج يعني بعد البرنامج راح نقراوهم شوفوا اقتراحاتكم من خلال هذه التعليقات. هنا نقراو التعليقات اللي تكون في البث المباشر يعني هو يعني الصفحه الرسميه للبرنامج ولا للقناه. التعليقات اللي نقراوهم واللي نشوفوهم بزاف راح تكون في هذه الصفحه اللي هي شروق تي في ولا هذا البث المباشر. بالنسبه للناس الثانيه اللي تكون برا وما رايش في ديورهم وما كاش لا تيلي دونك تقدروا ثاني تشوفونا من خلال هذا البث المباشر. اذا نفكركم ونعاود نذكركم باطباق اليوم لو وصفه اليوم عندنا
برانيه اللي هي بالباذنجان، تكون مرقه بيضه ودرنا لها الدجاج كما شفتوا البدايه تاع الطريقه مع الشيف ناديه، تقليايته مع الدجاج الكرويه ثاني اللي درناها مع الثوم، حليناها بشويه ماء. لهنا علاش حليتها؟ الثوم ينحرق والكرويات ينحرق حتمد لي المراريه، والثوم ينحرق خلاص راح لك الطبق لا تحرق، دونك نحلها بشويه ماء باش ما تحرقليش الطبق ديالي. لهنا راني نخلي في البصل ينشف له شويه ماء باش ندير الثوم باش الماكله تجيني بنينه، ما نخليش البصل هكاك شغل ماشي طايب. بعد كي نجي حنمرق نلقاه هكاك شغل خوكو ما يجيناش كامل بنين. فوالا دونك لهنا واش حندير؟ ندير هذيك الدرسه نزيد نخليها تقلالي مع البصل، نخلي كميه قليله ومن بعد حنضيفها مع الاخير. هذا هو السر تاع البنه تاع الطبق ديالنا، هذاك الثوم والكرويه فلفل الكحل نخليهم لهنايا، نخلي كميه منهم مع الاخر راني حنرميهم ونطفي باش يزيد لي بنه اكثر. خيبيه الطبق ثاني يقدروا يديروا فيه رمضان اوسي، يندار بزاف في رمضان هذا الطبق. اطباق هذوما كامل تاع رمضان الزيتون. فوالا نخليه هنا يتقلى شويه لكن بلا ما يتحرق لي هذاك الثوم، بون ما نخافش عليه لاني حليته بشويه ما دونك راهو بروتيجي بهذيك الكميه تاع الماء. فوالا نروحوا لهنا للباذنجان، نقيته قطعته هكا لي زينه باش يجي شباب هكا تحطوه في الطبق. قطع كنت نقول لهم قبيل قطعوه خشين ماشي رقيق باش ما يشربش الزيت، كي تكون هكاك الباذنجان مقطع رقيقه تشرب لنا بزاف الزيت، دونك نخليه هكا شويه خشين. لهنا عندي كيلو، كل واحد يدير شحال افراد العائله تاعو. نسحق لهنا البيض والفرينه، نملح الباذنجان تاعي انا ملحته من قبيل شويه وخليته، علاش كي تملحيه وتخليه هكا في الماء تقطريه ومن بعد في الطياب ماروحش حيشرب لك بزاف الزيت، دونك نقطرو من هذا الماء ونشوفوا طريقه كيفاش رايحين نطيبوه. بالنسبه للباذنجان هذو هما الاشكال اللي تقدروا قطعوهم في الدار، وكما قالت لكم ناديه نتوما على حسب افراد العائله اللي يكون عندكم، تقدروا ديروا موا كيف تقدروا ديروا بلوس على هذا، تقدروا حبه ولا زوج رايحات فيهم لهذا الطبق على حسب فوالا افراد العائله. سورتو اللي يحبوا الباذنجان لهذا الطبق راكم رايحين تبروفيتيو منه. هذا ما تقليش تحطيه ديالك في الطبق. يعني حنقليه نورمالمون يتقلى هو غير في زيت نورمال. انا واش حندير؟ بيض وفرينه نقليهم فيه باش هذيك فرينه ما تشربليش ما يشربليش الباذنجان الزيت. هذا ما كان فوالا الطبق تاعي نخليه هنا يتقلى مليح، كي يتقلى ندير له ملعقه فرينه منها ومن بعد الطبق يعقد لي منها ما يكحليش. مرقه بيضاء دائما هكا كي نكون حندير لي زيبيت ولا نرمي هكا واحد الحفنه تاع فرينه قيس ملعقه باش المرقه تقعد لي هكاك بيضاء. قولي لي اش كاين منها ولا لا؟ لا كاين يديروا مايزينا لا مايزينا يعقدوا بها الافا. ديريها كاين فرينه ولا مايزينا غلطه هنايا اوليو نديرها في لافان نديرها مع الاول واش دير حتى تمتص لي ديك الكحوليه باش المرقه ما تجينيش كحله ومنها تعقد لي. خير بيان طبعا شهي كمان. لهنا البصل تاعي والثوم نخليهم يتقلاو حتى يتلقوا ليدان، مقبل كان كاين الماء لكن دوكا شوفوا راهو غير ليدان. هنا الطبق يجينا ملبي بيان، واش ندير هنايا؟ ندير ملعقه تاع فرينه، المرق تاعي يجيني بيض ويجي عاقد شباب. فوالا الدجاج دو طون زون طون نقلبو باش ما يلصقليش او ميم طون يتحمر لي ويدي البنه تاع هذاك البصل. فوالا نعاود نذكر برك المشاهدين بالرقم اللي يقدروا يتواصلوا من خلاله معنا، وايضا نشكروا توجور لي سبونسور اللي حاضرين معنا في برنامج الو شيف، دونك شوكولا الوجدان غوتيلا ولا حتى الشوكولا غلاساج وحتى لاسيلا اللي ترافقنا في كامل التحليات تاعنا، الماكارين ماني اللي ترافق كامل الاطباق كي سوا المملحات ولا حتى العفسه تاع السكر يعني التحليات سكري ولا سالي، وهكذا افري يعني اللي حاضره دائما معنا في برنامج الو شيف. والحاجه المليحه سي كو افري دارت لكم في القراء يوم سعيد للمرأة كما راكم تشوفوا، ما بيش ولا كاين بلو مع محفوظ. فوالا مع محفوظ هاي ليك ودارت لكم مرضى وكاع، دونك جو تخوف كو حاجة بزاف شابة. فوالا
دونك يعطيكم الصحه افري اللي تفكرتونا في هذا اليوم السعيد. دونك غدوه حيكون لو 8 مارس عيد المراه، ان شاء الله نتمنوا عيد سعيد لكل مراه راهي تشاهد فينا. على بالنا باللي نسا هما الجمهور تاع الو شاف، ولو انه كاين شويه رجال اللي تبعونا. دونك نقولوا لكم عيد سعيد، كل عام وانتم بخير ان شاء الله، ان شاء الله مزيد من النجاحات، ان شاء الله المراه تكون يعني في نجاحات اكبر واكبر ان شاء الله. يعني واش يتحقوا المراه في الاونه الاخيره هذه، حاجه تشرف كامل النساء اللي متواجدين في كامل العالم، وحتى النساء الجزائريات خاصه اللي نوجه لهم تحيه كبيره من هذا المنبر، ولو انه غدوه ويمارس بصح انا نقول لكم اليوم بيسك انني حاضره معكم اليوم. فوالا دونك نكملوا في اطباقنا. نعاود نذكركم انه الاطباق تاع اليوم اللي هي برانيا اللي كنا درناها بالبيض المجان. البيض المجان راكم حين تشوفوا طريقه التحضير تاعو، القطاع تاعو كيما شفتوا هكا مدور شويه خشن، هادو مال الزينه تعرفونا ديال تموت على الديكوراسيون، ديال قلبها ديكوراسيون خلاص. ستيليست فود ان شاء الله. لا من بعد ما في الصور كي تبليك شي حاجه لي طابل في دارهم ولا لازم تكون لا ديكوراسيون، ما تكونش لا ديكوراسيون شابه ما كاش طابله. دس تعطي له هكا شويه قيمه تزينه غير بعينك. واش عندنا من ناديه؟ عندنا لهنا يا تفاح طيب اون سيرو، نقدروا نقدموه هكا في السهرات كوم اللي درتوه بالعاني، راهو رخيص شويه هذاك التفاح صغير، يطيبوه يخبيوه لرمضان باش يزيدوه مع اللحم حلو يلقايوه واجد. لهنايا كنت تشوفوا فيا مرقت ابوبخي بواحد النص كاس ما، شوفوا المرقه راهي بيضه تهبل ماك حالف لي ما والو، ما نمرقش على فوا المرقه بيضه باش ما تجينيش سانطه، نعرفوا مرقه بيضه كون ديري لها الماء تقعدي غير تسنى فيها تنشف تنشف تجي خفيفه. واش درت؟ مرقت تقريبا بواحد النص كاس ما، نغلق عليها نخليه ينشف تماما، نزيد واحد النص كاس ما يزيد ينشف تماما، بعد نمرق لا تخوازيام فوا نمرق على مره، نمرق غير بالكاس حتى ينشف بالكاس حتى ينشف باش المرقه تجيني لابيه تجيني شابه. نروحوا للباذنجان، نتحق لهنا حبه ولا زوج بيض، درت لهم ملح شويه فلفل كحل شويه كرويه. واش درت هنايا؟ درتو هنايا باش ما يجينيش صامت البيض فقط. بون انا عندي كونتيتي ندير زوج حبات احسن، وفي الدار هما ما يديروش على فوا باش ما تقعد لهمش ال فوالا. ونضيف لهنا ملعقه ولا زوج فارينه، هذيك الفارينه حط بخوتي يجي لي الباذنجان باش ما يشربليش بزاف الزيت. فوالا الحميصه لو كان ما تكونش طايبه نديرها تتقلى لي مع الطبق تاعي، الحميصه تاعك كما هي طايبه كي قريب يبقات لي واحد 10 دقائق للطبق تاعي نرميها اون ديرني. لهنا الماء هذاك الاولى ونشف لي، نزيد تقريبا واحد النص كاس ماء ونزيد نخليها تتقلى. فوالا نحل مليح هذيك الفارينه. نعم قلت لهم تخطات زوج حبات بيض وشويه فارينه، درنا شويه كرويه يا اخي كرويه ملح فلفل كحل. فوالا هذه خاصه بالباذنجان اللي قطعناه باش نقليوه. ما شفتش الا درت الملح هنا؟ درتي تيسيو؟ وي ملح درت من قبل هيك هنا قلتي درت الملح والكرويه باش ما يجيكش صعب. محفوظ دارت الملح شويه باش ما يجينيش الباذنجان صامت. فوالا نحلها مليح ما نخليش هذيك الفارينه مبركزت لي باش كي نكون نقلي ما نلقاش هكا حبيبات تاع فارينه. فوالا نخلي هذه الفارينه هنا هكا جوني طوال بلان تاعي. نجيب الصحن ندير مقله تاع الزيت تسخن لي. المقله اين انت؟ فوالا هنا نديرو لهنا زيت. ترى مشاهدينا الكرام نكملوا في استقبال اتصالاتكم. قولوا الو مساء الخير لثاني اتصال لعدد اليوم. الو 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 مساء الخير. ما كاش صوت انقطع الاتصال. اللي حاولت تتصل بينا ولا نقول لها ولا مازال هنا. الو الو مساء الخير. ما كاش الصوت ماهوش يلحقنا ولا انقطع الاتصال ماهيش تلحق. الو الو ما كاش صوت للاسف. الو
اذا مشاهدينا الكرام انتم ماذا راكم تشوفوا فينا؟ تقدروا تحاولوا من خلال الرقم اللي ظهر اسفل الشاشه انكم تتصلوا بنا اليوم باش تقصيوا الوصفه تاع اليوم اللي هي البرانيه كما قلتوا بيض الدجاج. ما راحت لكم حاجه ولا اوموا جاوبكم شيف ناديه دوكا على المباشر، وهكذا تعطونا اقتراحاتكم ولا تساؤلاتكم على هاد الوصفات اللي شفتوهم قبل. مكملين في برنامج الو شيف في هذا الجزء الثاني والاخير، ولا الجزء الثاني مازال الاخير حتى نبداو فاصل واحد اخر لوصفتنا لنهار اليوم. راح نقول لكم انه كل من التحق بنا الان عاود نذكروا انه معنا برانيه اليوم بالباذنجان والدجاج يعني مرقه بيضاء، وكذا عندنا تفاح ديروا لكم بواحد الطريقه شيف ناديه اللي حتقدروا تلقاوه بيان سور في رمضان، يعني توجدوه دوكا تخبيوه في رمضان تلقاوه باش تزيدوه في اللحم الحلو، ولا حتى تقدموه في السهرات تاعكم في ديزاسيات صغار ولا كيما تحبوا، يعني عندكم الاختيار. فوالا ناديه دوكا نجوزوا للباذنجان باش نقليوه. نروحوا لهدايا قبل نخلوا الزيت تغلي فوالا. لهنا واش عندي؟ عندي كيلو تاع تفاح، حبوا زول كيلو ثلاثه يطيبوا ويخبوا ما يصرى له والو، تحطوه من دوكا في كونجيلاتور في رمضان تجبدوا بالحبه بالزوج تلقاوهم ديروهم في اللحم حلو ديالكم. عندي لهنا كيلو هدايا دو بريفيرونس تخلوا له القطمير تاعو، لكن لا كان راح له ما كانش حارج، انا حبات فيهم حبات لا نقيناه، هذا وين نقيناه باش ما يتحلناش، وانا دايرينه في الماء والقارص. لهنا كيلو تفاح لازم له كيلو سكر، لكن انا ما نديرش كيلو، ندير 750 غرام في الكيلو نقص الحلاوه. زمان يخافوا تخسر لهم الحاجه ايتو يديروا كيلو سكر كيلو تفاح، نحس بزاف. لو سيغو 700 غرام تكفي بو كيلو. حنا لهنا علاش نكثروا السكر؟ شي هو السكر كيطيب يولي لك ان سيغو، حيولي لك ماده حافظه للتفاح باش ما يخسر لكش يشد لك مده اطول. دونك عندي لهنا 750 غرام تفاح، ندير لها الماء قسمه نشمخها فقط، ماشي لازم ماشي كميه محدده، قسمه يتشمخ لي السكر ديالي ابخي واحد البال ولا تشوفوا كي تشمخ لكم السكر بون، ماشي غير يتشمخ شويه تكون اون كونتيتي فوالا، يعني شويه فوق السكر يجي طبقه تاعي نزيد شويه لتما بون. الا شفتوا كانت عندي تقريبا كيلا سكر، اللي ما يحبوا مثلا بالكيلا درت لها كيلو ونص ماء. واش ندير لهم؟ ندير لهم نص حبه تاع قارص عصره دابور، ونخلي عصره لهم بعدا مع الاخر هذا القارص ثاني ماده حافظه للتفاح ديالنا باش ما يخسرش. ندير هذا لو سيغو يطيب، كي يبدا يغلي لي سيغو نشل التفاح تاعي من القارص وندير التفاح تاعي يطيب. هاكو تشوفوني درت لاكوكوت، مانيش حنغلقها لكن لاكوكوت ثقيله كي تكون التفاح هكا معجون ولا كش عفسه دو بريفيرونس نديرهم فيه كوكوت ولا في حاجه ثقيله. فوالا نديرو هاد السيغو يطيب. لاكوكوت لا لا ناديه حرمت كما يقولوا فوالا. دونك هنا حطينا السكر درتي قريب كيلو هكا 750 750 كيلو نقصت منه قولوا كاس 750 سكر، درنا الماء يعني قسمه نغطيو السكر تاعنا، ودرنا عصره قارص ورمينا هذاك النصف حبه تاع قارص داخل يعني الطنجره ولا الكسرونه اللي راح نديروا فيها هذا لو سيغو تاع التفاح اللي راح نحضروه. دونك بعد ما يطيب هذا السكر ايتو لو سيغو هذايا نحطوا التفاح لداخل نشلوه قبل هكا ونحطوه لداخل ان شاء الله. هذه هي نروحوا للباذنجان ديالنا. ناديه قبل ما تبدا الباذنجان استقبلوا اتصال واحد اخر ونقولوا الو مساء الخير. خير الو الو وي مساء الخير. مساء النور واش راكي؟ لاباس الحمد لله. اكرام اكرام راكي اكرام واش راكي صافا؟ الحمد لله انتيا ولا غير لاباس حبيبتي؟ الله يسلمك حبيبتي عينيك شابين يسلمك راكي حنونه كي راهي ناديه هاي معك ناديه سلمك حبيبتي كرقم مليح الحمد لله. لا باس الحمد لله. شكون معنا عارفين عليك؟ الاخت بتلمسان. نعم الاخت بتلمسان من شرشان قالت تلمسان. تلمسان تلمسان واش راكي صافا؟ واش راكي تلمسان؟ والله الحمد لله بنعمه الحمد لله يا ربي. قولي لي كاش كوزينه كاش ما كيتوجدي رمضان؟ والله والو انا ما نودش حتى يجيوها ربي سبحانه صحه لهنا حتى يجي رمضان. والله لا حتى يجي رمضان يجي بخيره. هاي يا تخيبي ان شاء الله تجوزي بصحه ولهنا
أسلمك ربي حبيبتي الله يحميك. الله يسلمك حبيبتي. كش ما عندك اقتراحات؟ كش ما حبيت تقصينا جاي معاك؟ وعلاش خليتهم ما نحوسهم؟ خيرات خير. ما شاء الله. الله يسلمك حبيبتي تعيشي ربي يخليك. ربي يخليك. تعرفهم ملاح؟ ولا غير صافا الحمد لله. كش ما كي طيبي هاد اليامات؟ كش غوسات؟ الغوسات كاينين شي خطرات. خطرات كيفاش؟ خطرات خطرات. الله كل خطرات كيفاش؟ معليش ربي يعاونك ان شاء الله. ان شاء الله كان الله يعاونك. اهداء صغير لا بغيتي. تفضلي تفضلي. تفضلي. نهدي سلامي لكل عائلة عامر عامر في غريزان بلدية بن داود. تحية كبيرة اليوم. وخاصة منتية نادية. الله يسلمك حبيبتي. شكرا. وخاصة عبد الرحمن أبوه بن علي. والخويا أحمد. وسيدي معروف بسيدي. هاي يعطيك الصحة. قالت لنا متلمسان هي. متلمسان. ولا تحكي لنا شوية على البرانية شوفوا كيفاش يديروها. تعرفي الطبق هذايا قولي لي. وينه؟ البرانية لنا نديروا فيه تاع البذنجان. أنا من غليزان ومزوجة في تلمسان. نعم؟ من غليزان مزوجة في تلمسان. آه داكور. صح ديروا البرانية بزاف في الغرب لا. نديروها ليشان. ديروها مرق أحمر. مرق أحمر هذا الأبيض طبعا يعرفوش. قالت لك ما تعرفوش الابيض. داكور ما يديروش بزاف الابيض. ما يعرفوش. ما يعرفوش الابيض كاع ما يدوروش به الابيض السبعه. والو خاطر درت لهم في رمضان شفت شكون يا ربي مع شكون الشاب هذاك تفرجت لها. هي دارت الاخر حميصه وبالحم ومرقه بيضاء والله ما كليوها. تحبوا بزاف مرق احمر. انا جاتني بنينه كليتها. يعني شوفي ولد برك والفي الاحمر يتولي داري دائما الاحمر مي اون فوا ذوقي الابيض ثاني يجيك بنين. ليش انا بحق جبتني ما نكذبش. نقول لك يعطيك الصحة وعيد سعيد ان شاء الله كل عام وانت بخير. يعني سعيد ان شاء الله. بون فات حبيبتي. ونحبكم بزاف بزاف اول مرة سيد اول مرة كضبطكم. يا الحمد لله يا ربي ان شاء الله ما تكونش اخر مرة. ان شاء الله وسلامي لكل عائلة خلايتي. تحية كبيرة لهم وشكرا لك حبيبتي يعطيك الصحة. وخاصة بنت ربيبتي فاطمة وهارون. يا تحية كبيرة لهم. كي قلت لهم أكيد جبتيهم كاع واحد ما يزعف. إن شاء الله الله يرحم حبيبتي. يعطيك الصحة حبيبتي ربي يهديكم. شكرا لك عيد سعيد. يا صباح حبيبتي. يعطيك الصحة بقى على خير. نعاود نوري لك نادية. درتي بديتي ديري الباذنجان شتوني حبة بيض ملح فلفل كحل شوية كروية درت زوج حبات بيض لأنه عندي كمية مليحة تاع باذنجان. ودرت ملعقه تاع فرينه هذيك فرينه باش الباذنجان ما يشربليش بزاف البيض ضربتهم دخلت الباذنجان هكا برك خليته قطر شويه ودرته راهو يتقلى يعني غطستيه وجبت فوالا المارق راهو يطيب سيغو تاع التفاح تاعنا راهو يطيب نروحوا لهنا هريسه هريسه اكسبريس قلت لهم ماشي وقت الفلفل هذاك الاحمر اللي يديروا به الهريسه ايتو نديروها بهذا فلفل دريس او جاي رمضان كاين الناس بزاف تحب تكونسومي الهريسه احسن من هذيك اللي نشروها برا طبيعيه 100% وتوجد لهله لهنا عندي تقريبا 150 غرام تاع هذا فلفل قناوه ولا دريس ولا اللي ما يحبش حار بزاف يشري الاخر هذا قناوه هذا دريس والاخر قناوه العريض الاخر بشويه ماشي حار عليه يقدر يديرو واش درت غسلته ثلاثه خطرات الاربعه لانه نعرفوا فيه الغبره بزاف وي صح كميه هكا حبوا يخبوه يديروا كميه مليحه حبوا يسحقوا غير في ديك دقيقه ولا تمتم تخدم الهريسه ديالها واش ندير فيها ندير فيها ثلاثه وسنينات ولا اربعه تاع ثوم نقطعوا فقط ماشي لازم يطيب لي ماشي لازم نرابيه ولا سمعنا خدموا هريسه صنع منزلي غابيد 10 دقائق ولا حتى نوجدت عندي ربع كاس خل خل ابيض ولا احمر هذا الخل واش حيدير باش الهريسه ما تخسرليش نعرفوا الخل هو ماده حافظه ندير الماء لهنايا لهنا حطيت لكم السعله كي تبداو تشمخوا في الحار ديالكم دونك تحملوا شويه دير كميه تاع ما قيس ما يتغطى لي برك الفلفل فوالا ونسحق ومن بعد زيت الزيتون والملح ما نسحقهمش دوكا نغلق عليه باش ما يحرقنيش كي يكون يطيب ونخليه يطيب تخي بيان خمس دقائق 10 دقائق يطيب لنا نكملوا الوصفه ديالنا فوالا اليوم سبيسيال رمضان وصفه سبيسيال فوالا
فوالا دونك مشاهدينا الكرام نعاود نذكركم بوصفاتنا اللي نهار اليوم اللي وجدتهم لكم شيف ناديه طبعا كان عندنا برانيه تختار نديروها مرقه بيضاء بالدجاج كيما شفتوا طريقه تاع لاصوص كيما طيبتها ناديه ولا حتى الباذنجان اللي راهو يتقلى كيفاش كانت الطريقه تاع القلي تاعو وكذا عندنا تفاح اللي راح نوجدوه لرمضان نقولوا لانه تقدروا طيبوه دوكا بالسيغويتو طريقه جديده طريقه احتاجتكم وتحطوه في رمضان طيبوه دوكا تخبوه في رمضان تحطوه في اللحم الحلو كما قالت ناديه انا واش قالت ناديه راني نقول لكم ما والله اعلم دونك التفاح هذا ثاني تقدروا تحطوه في الطباسه في السهره يعني اللي يحب يقعدوا قاعده يحطوهم في الطباسه يجوز تري بيان وحتى عندكم لا روسيت ولا طريقه التحضير تاع الهريسه على يعني طريقه منزليه ولا صنع منزلي طريقه سهله راكو رايحين تشوفوها مع ناديه وين حطت فلفل دريس هكا حطيتي ناديه هذاك الاحمر رقيق اللي يجي حار حطت فيه ثاني ثوم شحال حطيتي من سنه ثوم ناديه؟ درت 4 سنين ماشي كميه محدده زوج ثلاثه باش تمد البنه للفلفل ديالي تخي بيان دونك نحطوها في الكاسرول ونزيدو نرموا عليها الماء الماء سخون ونحطوها نغلقوا عليها ونحطوها فوق النار فوالا ندير لهنايا التفاح تاعي بعد ما شللته كي يغلي سيغو ندير التفاح يطيب لي اوكي لهنايا السر تاع النجاح تاع التفاح باش ما يحمر لكم شويه يطيب لكم تنقصوا له النار وتخلوه 40 دقيقه الى ساعه وهو يطيب انا مانيش حنقص له النار باش نوري لكم فقط الطريقه لكن نتوما في الدار كيما راهو هكا العود تاع القرفه ونجمه الارض ما حبيتش نديرهم قبيل باش السيغو ما يجينيش كحل تجيني منكه نولي نشمت ريحه رمضان بالقرفه ايتو لهنايا ندير عود تاع قرفه وحده نجمه الارض فوالا ونخلي التفاح تاعي طيب دو بريفيرونس من 45 دقيقه حتى لساعه على نار قليله باش يجيني معسل والحبه تاعي طيب لو كان نزيد له النار شحال يصرى له تمتم يطيب يتحرحر لي والقلب تاعو يقعد ماشي طايب واللون يتبدل النار تغلبه دونك كيما راهو نقصوا النار ونخليه يطيب على نار يطيب عقله كيما نقولوا تقريبا ساعه تخي بيان داكوغ دونك نستقبلوا اتصال اخر ونقولوا له مساء الخير كوبيت معليش انقطع الاتصال نقولوا لك المتصله تاعنا عاودي حاولي الاتصال توجور بالرقم اللي راهو ظاهر اسفل الشاشه اللي هو راهو في خدمه البرنامج دونك تقدروا كامل تصلوا بنا وتواصلوا معنا من خلاله معليش تفضلي دونك على بالنا بلي كاين الضغط بزاف على الرقم مي الناس تحاول حتى تحكم لهنا حنوري لهم المارق شوفوا لهنا كي قليتو غير بالعقل راهو لابي شوفوا المارق راهو ابيض و هذيك الملعقه تاع الفرينه حتخلي لكم المارق يجي هكا ابيض ما يكحل لكمش نعرفوا احنا كامل المرقه البيضاء تحبوها تقعد لنا كي نسقي تقعد هكا بيضاء دونك هذيك الملعقه تاع الفرينه هي اللي حدير هاد الفليفي لهنا ما بقاليش بزاف طياب اللي كويس تمتم يطيبوا ندير الحميصه تاعي تطلق البنه فوالا هذا وحاب يطيب الباذنجان تاعي ليه يطيب نعرفوا ما فيهش الروح قلت لكم هذه الطريقه تاع البيض والفرينه نحب نديرها باش ما يشربليش بزاف الباذنجان الزيت اوكي فوالا الباذنجان تاعي راه طاب نقلبو اعطيلو تحميره خفيفه تحبو دوغي نحبو شويه محمر مليح انا عن نفسي نحب الباذنجان محمر شويه وهما في الدار يعرفوا واش راهم حابين ياكلوا نكملوا الباذنجان تاعنا فوالا نغطسه برك ونغطس فقط باش يدي هذيك الانكوش تاع البيض والفرينه حتى لا كولور كي طاب جا هايل جا شباب اه تقدري تنحيو لي اكرام بيان سور هاكي نديرو بابي اه نفرشو هنايا بابي باش ما يشربلناش الزيت ونحيو هاكي تحيتي فوالا نكمل نرمد الباذنجان ديالي دونك هذا هو الباذنجان تاعنا كيفاش طاب حمار يشهي وي فوالا ما على باليش اسكو فاروق تقدر تدي لنا بلون ولا لا تقدر هاي تخي بيان فوالا يعطيك الصحة فاروق فاروق دائما حاضر هو كان اللي كي يعطي الصحة بلا ما نساو المخرج الرائع تاعنا يوسف تيغرمت فوالا فوالا ما اظن كاين اتصال فوالا اتصال اخر مشاهدينا الكرام ونقولوا الو مساء الخير ها. الو مساء الخير
الو 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 مساء الخير. مساء النور حبيبتي، وش راكي؟ لاباس والله غير الحمد لله. وانتي ام لؤي من انا ام لؤي من عنابه. من عنابه، وش راكي؟ وش راكي من ناس عنابه؟ والله الحمد لله. وش راكم انتم؟ شاف ناديه لاباس والله غير الحمد لله. هاي معك ناديه؟ لاباس الحمد لله. سوال عليك لاباس؟ لاباس. نموت عليك ناديه والله، ديما نتفرج فيك. يعيشك ربي يحفظك. ميم انا نحبكم حبيبتي. يعيشك يعيشك. شكرا عزيزتي. يعيشك تعيشي. قولي لي ام لؤي، كاش وصفات؟ كاش ماكي طيبه؟ والله نطيب. والله هذيك نهارات جربت التاكوس تاعك هذاك تاع الشيف ناديه. جاني هبل تاع المرقاز ولا واش من تاكوس؟ تاع المرقاز. تاع المرقاز بقى قعدنا في راسنا. بصح انا عملته باللحم مرحي، ما عملتوش بالمرقاز اللي ما يحبوش. معليش اختيار يعني تختاري واش تبغي. جاي هبل الحق، وصفاتك الكل يعجبوني. شكرا ربي يحفظك. اش ماكي حابه؟ ربي يعطيك القوه والجهد ان شاء الله يا رب. امين يا ربي امين. وان شاء الله ربي يدومكم ديما، نتفرجوا عليكم ديما ديما. الله يسلمك. تعيشي ام لؤي. اش ما عندك وصفه كي حابه تشوفيها ولا؟ حابه طاجين تاع في الكوشه. جلبانه، جلبانه في الكوشه. جلبانه في الكوشه؟ ان شاء الله. هاي حب. هاي. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ما نطولش عليكم، ربي يعينكم. تعيشي ام لؤي، وانا نقول لك عيد سعيد، كل عام وانت بخير ان شاء الله. يعيشك يعيشك، وانتم زادة كل عام وانتم حيين والصحة جيدة ان شاء الله. تعيشي حبيبتي انت يا تاني، ربي يخليك. سلمينا على كامل الناس عنابة. يبلغ يبلغ، هيا في العمل. ربي يخليك حبيبتي. تعيشي شكرا لك. اكرام لهنا تفاح شعيوي طيب، نوري لهم واحد الطريقة راهي دايرة حالة زعما دوكا. تحبوا يطيبوا هكا، انا حنوري لهم برك طريقة باش ما تجيهمش بيزا كي يشوفوها يقولوا هذا وشنو. نحي التفاح؟ نحيتيه خلاص طاب؟ لا لا مازال ما طابش. هذه برك طريقة، حبوا يخلوه يكمل يطيب هكاك، يخلوه يطيب هكاك. فوالا. واش ندير هنايا؟ حندير شوية ملون أحمر. باش كي نحط في التبسي، حط هكا حبة رايحة للصفر، حبة رايحة للأحمر. يطيب لي في هذيك الكولورون روج، حيجيني بزاف شباب. ما هذه تبزيرة فقط للتزيين، ما حبوش يديروها، يخلوه يطيب عادي. تخرج ريحة القرفة، ريحة الفلفل. فوالا، قلت لك رمضان، فوالا. لهنا كولورون تاعنا هذا يمرمد كلش، شوفوا كان ما نخافوا حاطينه في الساشي. ايه، محمر هذا تما، غير بالك روحوا غير بشوية. دونك ندير كمية قليلة فقط في السيغ ونحلها. هذاك التفاح تاعي كي يطيب هذاك السيغ وحيدير شوية. ايه فوالا، كونسونتخي شوية هاد ال فوالا. التفاح تاعي لهنا حيجي، راهم يديروا هكا في مناسبات ايتو، الناس تتساءل تقول لك كيفاش جا هكا الحمر، دونك هذه هي الطريقة، لكن نكمل نرجعوا يطيب. فوالا، بزاف شباب تو. فوالا. فوالا هاوليك. هذه الطريقة درتها لهم باش ما يقعدوش يتساءلوا كي يشوفوا حاجة عند الناس يقول لك كيفاش طيبوها كيفاش داروها. تبان هكايا. فوالا. يعطيك الصحة نادية. من أفكار. نكمل نرجع. رائعة. طيب. حبوا ما يديروش الطريقة يخلوه يطيب عادي. ما شاء الله جاي عندنا اليوم، اللي حاسة رمضان فينا. والله غير رمضان صح. تبداي تخمميني طيبي لاباك تاع بوراك وين. فوالا نكمل له يطيب عادي كيما هذايا، كون تقدروا تخلوه يطيب هكا فقط. اوكي فوالا. بات نجل تاعي راهو يتقلى، نروحوا للهريسه ديالنا. هذه حلوه نحوها باش ما نقيسوهاش الماكله. فوالا نروح لهذاك الحار ديالنا. سمحي لي اكرام. هاوليك لهنا يطيب ليه ليه. لي كي يكون وقت الحر ومخبي الحر ما تشقوش روحكم ديروا هذايا، لكن شوفوا انا هذايا جاني وقيله 18000 ولا حيدير لي علبه كبيره تاع هريسه، دونك دو بريفيرونس طيبها في رمضان وجاي، كل يوم نجبدها هكا شويه، ناكل حاجه صحيه احسن من وشنو تجي بنينه. انا جو بريفير تاع الدار خير من تاع الدار بنينه. فوالا وشنو يغسلوه مليح هذا الحار، عرفوه يجي بزاف مغبر. لهنا واش درت؟ كميه تاع حار غسلتوه مليح، درت له كميه تاع ماء، ربع كاس تاع خل، ثلاثة ولا أربعة سنينات تاع الثوم، ما سكرفشتهم ما والو، قطعتهم هكاك فقط. واش ندير؟ ندير غوبو ونربحي ال داكوغ الهريسة ديالي. دوك ما طولش في ال ما يطولش، قلت لك غاكيد هاد ال الهريسة. خصنا نعطيك هاد اليوم بالك نعاونك. تعاون ماشي بعدك، يعطيك الصحة. فوالا
فوالا نحطها هنايا. اكرم سي ما تتنفسيش باش ما يحرقش الحار. نجيب دوك هاد التفاح منا يطيب لي، نخليه هنايا يطيب. الباذنجان تاعنا راهو يطيب، نقلبو باش ما يتحرقليش. فوالا شوفوا درت كميه تاع الزيت ما شربليش كامل الزيت كي قليته هكاك في البيض. مالفين كي نقلو الباذنجان نديرو كل مره نديرو شويه زيت، لكن بهذه الطريقه ماكوش رايحين نديرو الزيت بزاف. فوالا تحرقتي كان تخافيش. فوالا الزيت يطيب شويه من الجهه الاخرى ونحيه كما نحيت الكميه الاولى. شوفوا لهنا ما شربليش الزيت بزاف، مال فان ندير شحال كميه تاع الزيت، لكن هذه الكميه اللي درتها اي ما شربتليش، راهو يطيب عادي. حيت هيك ها اثنين تاع اللب وقريب رمضان. ها وي لازم لك تصحاتي والله. معليش ناديه كي نحصل نعيط لك في التليفون. مرحبا. المهم مور الو شاف. فوالا فوالا نورمالمون خلاص الماء هذايا نخلو هذاك الماء اون سي جامي كي نكون نرحي ندير بشويه. تجي ثقيله ولا شويه ما يتحالكش هكا، لانه لازمني دوك ندير شويه تاع الماء ديالي. تري بيان فوالا. هذا والله ما على بالي كيفاش يديرو. خليه دوك انا ندير بيبي. فوالا شتو لهنا زوج حبات بيض في كيلو باذنجان ما كفاونيش، عادي قلت لكم ديروا غير بالعقل وشوفوا. ولا خصكم راكم رايحين تزيدوا. فوالا نحي الباذنجان هذا ديالي لانه بخاسك راهو طاب، ماشي بخاسك طاب راهو طاب. الحار هذاك قتلني. انا والله ما لحق لي. فوالا ندير باذنجان يطيب غير هكا على غير بشويه، ما نديروش على مره باش يطيبوا لي كامل الحبات، يطيبوا شابين عفوا ونقطرو هكا في البابي. فوالا عفوا جاهين هاي هاد الباذنجان. ايش هي عفاك تقولي تاكلي هكا؟ مالك تحبي تقليها اكرام تقدري ديري هكا باش ما يشربلكش بزاف الزيت. فوالا نكمل نقلي الباذنجان. التفاح كي يكون يطيب يدير واحد الرغوه هكا، دائما نوصيكم تنحوها باش ما تخسرناش. فوالا المرق تاعي على ما اظن راه واجد نطفيلو. هذا الباذنجان بعد ما يطيب نحي هذاك الدجاج نغطسو في المارق يتشرب ليه. وشنو مثلا في رمضان شتي باغفا نحبو نوجدو بكري ونقعدو، مندير الا كنا كان مازال الحال ما نديروش في المارق باش ما يتحرحليش. اكزاكتومون نخلي 10 دقائق ولا 4 ساعة الاخرين يدخل المارق، يعقد لنا المارق، يمد لنا ديك البنة تاع القليان في المارق تاعنا، يدي هو البنة تاع لي زيبيس ومن بعد نسربيوه. هذاك الدجاج نحمر، نحب نحمرو في هذا الزيت اللي قليت فيه الباذنجان، نقدر نحمرو. نعرفوا الدجاج كي نحمرو يزيد لنا يجي بنين خير. فوالا هنا نروحوا للهريسه مزيانة، ندير لها شويه من هذاك الماء اللي طاب فيه، ما نكثرش شويه فقط. اوكي من بعد نزيدو بشويه ولا فوالا الا كان خصني نزيد، ومن بعد نكمل بزيت الزيتون. شكرا مليحة وحدة كنا انت في الدار. انا نحط انت تردي حالة. نرحي الهريسة ديالي حتجيني مع الاول شوية صعيبة باش ترحالي، من بعد غير يبدا يتجانس. فوالا هاي ترحى صافي. شوفوا لهنا حتشوفوا تقولوا ايه الزريعه، الزريعه ما كانتش حاره انكم تلقاوها. وهاد الفلفل نزيد نرحيه شويه مش مغلوق. فوالا شي كيف تحتيه واقيلا اللي يحب ينقيلو الهريس الزريعه ينقيلو، لكن انا ما عنديش الوقت نقي ديك الكميه كامله. الزريعه يعني تجي ماشي فوالا
نزيدي من فضلك. يعطيك الصحة. الهريسة تاعنا بعد ما نكسيناها واش ندير؟ نحاول نرجعها في طنيجة راهي طابت فيها. لي كيف كنت عامل ملحان هلا. هاي لك الهريسه تاعنا واجده، كميه مليحه وصحيه احسن ملي تتباع برا. فوالا واش حندير لها هنايا؟ الملح وزيت زيتون ونرجعها تجمر لي شويه في المقله. زيدي نشف لها الماء هذاك باش ما تخسرليش هاد الهريسه. اوكي هلا زيت زيتون هكا. شحال ديري هكاك زيت زيتون؟ النورمال تحسيها شغل عامت لك هكا شويه في الزيت. لهنايا كاين طرق اخرى تاع الهريسه لكن عطيت لكم هذه لانها غابيد ماكش وحده حبت توجدها. نديرها نديرها على الصوت. دونك مشاهدينا الكرام عاود نذكركم انه هذه هريسه درناها يعني صنع منزلي، طريقه سهله جدا، وين دينا فلفل دريس هذاك وحطيناه في الماء يغلي، درنا له 4 سنينات ثوم هكذاك، شويه ملح درنا شويه ملح. مقبل ما درت الملح درت بعضها دونك مور مغلى حطيناه في الميكسور ورحينا كامل هذاك الفلفل. دوكا رانا نزيدو شويه زيت زيتون كيما راكم تشوفوا قيس ما كان هذاك معمر نص ميم با نص نحسهاش عامت لي هكا في الزيت. نرجعها فوق النار تتجمر لي، كي تنشف من الماء نطفي لها نخبيها في بلارات ولا شوف. اوكي هاد الكولورون تي تحنقوا لهم هذاك درتي شويه باسكو نوايا بزاف الاحمر دونك روحوا له غير بلاصه. فوالا قلبات نجال ديالي التفاح راهو يطيب اشاك فا هو راهو يطيب وحنا رانا نحولو في الرغاوي. حبوا ما يديروش هاد الطريقه ما ديروهاش، انا نحب حاجه تقليديه تقعد هي هي، لكن ما نحبش نخلي هاك. معليش معليش ناديه ريحي شويه صوتك الريحه تاع الحار اثرت فيك كما يقولوا. دونك مشاهدينا نعاود نذكركم بوصفتنا اللي نهار اليوم عندنا برانيه اللي هي بالباذنجان، درناها مرقة بيضاء والدجاج اوسي والباذنجان كنا قليناه على هذه الطريقه كما راكم تشوفوا. كنا درنا له شويه بيض وكذلك شويه ملح وكرويه يعني واش حطينا في لاصوص. غطسنا الباذنجان حطيناه يتقلى كما راكم تشوفوا يخرج على هذه الطريقه. التفاح طريقه راح تعجبكم بزاف، ديروها توجدوها لرمضان كو سوسوا تحطوها في الليل في السهره في الاطباق ولا دي زاسيات صغار، ولا حتى تحطوها تشبعوها مع اللحم الحلو ولا طاجين الحلو. كما راكم تشوفوا درنا سيغو درنا فيه التفاح حبات حبات. دونك رانا نحرق الرغوه اللي تجي من الفوق. دائما يتنحاولنا باش ما يخسرولناش التفاح. هذه هي دائما نقول لكم ونعاود المغرب كي تنحيو بها الرغوه تاع لا كونفيتور ما تحطوهاش هنايا، كي تحطوها هنا حتجيها بكتيريا، تعاودوا تروحوا تنحيوا بها لا كونفيتور ما نولاش تلقاوها غملت لكم دارت لكم هذيك اوكي الصوف هذيك من الفوق، هذه البكتيريا اللي تروح لكم اللي ديروها من الملعقه. داكوغ دونك نخلو ما اشاك فوا نشللها ماشي نخليها قبل ما تقعد 10 دقائق ولا 4 ساعة نحب نعاود نروح نحي بها نحي بها، راهي اكتسبت بكتيريا، ديك البكتيريا هي اللي تخسر لي هذاك لوسيغو. فوالا داكوغ. مشاهدينا كانوا هذوما الاطباق تاعنا لنهار اليوم، برانية تفاح دوك تشوفوا الطريقة تاعو ثاني كيفاش تخرج، وكذا الهريسه صنع منزلي. دونك الناس اللي تحب الهريسه تحب الحار عندكم هريسه تلقاوها مقيه بدون اضافات اللي تلقاوهم برا بالك في لي بواط تاع برا اي توسا. دونك راح تكون وطريقه سهله جدا يعني في 10 دقائق طابت الهريسه. هاي الهريسه تاعنا هاي تتجمر بهذاك زيت الزيتون، ريحتها دوكا زيت الزيتون هي ريحه مليحه. زيت الزيتون نحيلها هذيك شويه هذيك الحروريه ونخلوها تنشف من الماء، نديروها في علب الهريسه تاعنا يا والده. المارق نحي منه الدجاج نحمره شويه في مقله وندير هذاك الباذنجان غلي يا زوج ونطفي له. خير فوالا نقدرها بعد مع كي ندير هذاك الباذنجان يتقلى يتغلش يدي لي البنه تاع المارق. هذيك الدرسه اللي كنت خليتها من الفوق نرميها هكا فقط من الفوق. وكي نسقي نسيي ندير شويه كرويه هكا من الفوق طابق
يجيني رائع. الكرويه مليحه في رمضان تمسح على القلب ما تنحي شغل القهمه تاع اليدان ايتو. دونك ننصحكم بالاطباق فوالا اللي فيهم ما شاء الله ناس زمان ما قراو ما حتى حاجه على الاطباق ايتو في لا كويزين سي تلقايهم كانوا يطيبوا بالقرفه بالكرويه في رمضان علاش؟ انهم يمسحوا القلب. سي دي برودوي ناتورال اللي يعاونوا لنا لا ديجيستيون. اذا كانوا هادو اطباقنا اللي نهار اليوم مشاهدينا الكرام. دونك حتشوفوا كامل الاطباق هادوما تشوفوه في طاوله التقديم ولا مائده التقديم لبرنامج الو شيف. نورمالمون رانا رايحين نفاصلوا. ولا عندك حاجه؟ نو ما عنديش. نشوف لا الوقت لا راح ما راحش. دونك نشوفوا مع يوسف لا نروحوا فاصل ولا مازال شويه. اذا مشاهدينا الكرام عوده لكم من جديد. دائما في ختام برنامج الو شيف كما والفتوا في مائده تقديم كل الاطباق اللي حضرتهم لنا الرائعه والمتالقه الشيف ناديه. يعطيك الصحه. يسلمك يعطيك الصحه عندي اكرام رافقتيني في هذا البرنامج اليوم. تهرسنا بلا هريسه كامل اللي فيه راهي الدموع فعلا. ربي يقدركم يعطيكم الصحه. الاطباق تاعنا تاعنا اليوم واجده من دربل. انا نديرو ما عفوا ماشي مدربل برانية تلمو نحب المدربل بزاف. عادي ماشي مدربل، المدربل يندار مرق احمر مع الاخر يديرو ملعقه تاع خل باش نحي لنا هذاك اليدان. كل واحد كيفاش دير الطريقه تاعو. العشيه كي ندخل نقرا لي كومونتير تاعكم نشوف نتوما كيفاش ديروها. يتقدم هكا بشويه مع الدلوس من الفوق تزيدوا له شويه كرويه بنه هذا الطابق وخفيف مش احسن من المرق الاحمر. التفاح اللي كنت طيبته اون سيغو، هاك التفاح اللي قلت لكم احمر على بالي كاين الناس ما تحبش هكا التغييرات ايتو، لكن انا نتبع هذاك الناس اللي تحب تغييرات ويجي يتبع التغييرات ترضي فيه باسكو دي جون يشوفوا هكا حبه تفاح تعرضين تقول لك هذه يوجر لها بشويه هكا. دونك انا ندير لهم فين زوج وهما يخليهم الاختيار. هاد التفاح تخلوه يبرد مليح تقسموه في دي بواط. قال نسحق انا ثلاثه حبات ندير في دي بواط هكا ثلاثه حبات باش كي نجبد الكونجيلاتور ما نخليش هذيك الحبه تقعد لي هكا. سيفا بيان شغل نكونجلي ونديكونجلي باش نلحق الصحه تاعنا. الهريسه تاعنا ديروها في علب تفرغوا لها تعمروا لها مليح زيت الزيتون. لاكوش هذيك الفوقانيه تغطى بزيت الزيتون باش ما تخسر لكمش. تحقوا مثلا كميه شوفوا 10 شحال 18 نفس شحال دارت لنا الوغ كي تروحي تشري الهريسه حاجك تاعها غالي. ندير نخبي بكميات صغيره في علب صغيره نجبد غير بشويه واش نسحق. يعطيكم الصحة، شكرا إكرام، تحفظوا الصايمين ربي يتقبل منهم. يدعوا لنا برك صايمين الله يسلمك، يدعوا لنا إن شاء الله معاهم دعوة مقبولة. إن شاء الله. عندي عيد ميلاد مون كوزان قوشام نبيل نقول له عيد ميلاد سعيد بلبلتي، ما نسيتكش بالعاني حبيت نقول لك سقيت لهنا في الحصة ديالنا. تخي بيان، يعطيك الصحة نادية، يعطيكم الصحة كامل ليكيب اللي محاضرين معنا اليوم يعني وعلى راسهم المخرج يوسف. نقول لكم يعطيكم الصحه اللي تبعتونا منذ بدايه البرنامج حتى الان. نقول لكم عيد سعيد بما انه اليوم انني حاضره بروفيتي نقول لكم عيد سعيد لكامل النساء اللي يتبع فينا كامل النساء الجزائريات الجميلات الشابات الرائعات كامل. ربي يطول في عمركم وربي يعطيكم ان شاء الله مزيد من النجاحات. نقول لكم ما تنساوش تتبعوني بالجمعه والسبت في برنامج لايف المشاهير مع زميلي رياض بن عمر. هلا في روحكم وفي الناس اللي تحبوها.